احكي لي عن الفيلم ده وازاي انه فيه حكايه حقيقيه من قصه الحب الجميله اللي موجوده في الفيلم الروائي القصير. هو الفيلم الشخصيات بتاعته مبنيه على اشخاص حقيقيه، بس مش نفس الباترن بتاع احداث الفيلم. يعني الفيلم يعتبر مستوحى من الخيال، بس الشخصيات هي الحقيقيه. المفروض ان شخصيه ندى، يعني من العادل كان بيحكوا لي ان هي يعني عايشه في اسكندريه وشافها في زي عرض للمواهب للناس ذو الاحتياجات الخاصه، وهو كان كلمني وقال لي القصه كلها في الاول، وان هو عايز يعمل ده فيلم، وان هو كان انسبايرد جدا يعني بالبنت. وانا تحمست جدا لان انا ما بعرفش اتكلم لغه اشاره وما بعرفش ارقص كويس، فكان بالنسبه لي هيبقى تشالنج ان انا هتعلم لغه اشاره وهرقص وحتى امير. يعني انا شايف ان هو عمل اميزنج جوب. يعني انا شفت الفيلم ولازم اهني امير صلاح الدين، لان هو بيزعل لما نقول له امير صلاح. امير صلاح الدين كمان عامل دور حلو قوي في الفيلم ده جدا. يعني انا ما كنتش متخيله هو ازاي قادر طول الفيلم يشتغل بعينه كده، فحسيت ان هو تشالنج كبير جدا. وحسيت ان البنت دي كان نفسي يعني اقابلها، كان نفسي اقابلها، وكان المفروض ان احنا هيحصل ما بيننا مقابله مره، بس هي للاسف ما قدرتش تنزل القاهره. وكنت اتمنى ان انا اشوفها، لان كنت حابه ان احييها ان هي ازاي قدرت تتحدى الاعاقه اللي عندها، وهي انها تقدر حتى لو هي مش قادره تسمع مزيكا لكن تقدر ترقص عليها. يعني انا شايفه ان ده المفروض يكون مثل ان كل الناس تحتذى بيها، يعني ان هي بجد قويه جدا. يعني